السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحياتي للخوت الحباب داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم رحنا كنتوازو في سوق جمعة المعدن الخوت باقليم غراكش بتاريخ الاخوان 12/1/2024. جمعة مباركة على جميع المسلمين داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله، كما كتشوفوا الخوت اليوم رحنا غنصور لكم الصف ديال الاخوان ونصور لكم حمط الراس الاخوان تاهي. الله يرحمنا والله يغيثنا، وتحياتي للخوت الحباب اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. الله يدير في الخير، وتحياتي لكم الخوت، واي واحد الخوت يبارطاجوا معنا الفيديو باش يستافدوا معنا الاخوان. تبارك الله، راه كاينه حمره الراس تبارك الله تاهي، والله يدير الخير والله يرحمنا والله يغيثنا الاخوان. تبارك الله، وتحياتي للخوت الحباب. الفرجه ممتعه لخوتنا وحبابنا، الله يدير في الخير، تحياتي لكم. مبارك الخوت، الله يدير خير. هذه هي السلعه الاخوان اللي كنت لحت في القناه الاخوان. تبارك الله، راه تم البيع ديال الخوت اليوم تبارك الله، والثمن باش تبعت الخوت جمله هي وخاطر 25 دولار اخرى في الاخوان. تبعت الخوت ب 56 و200 2810 درهم. انا الاخوان غندور معاه هذه 23 راس راك معاه قاعدين على السلعه اللي حطينا في قناه الاخوان، راه بعناها والله يسخر مولاها والله يسهل عليه. تبارك الله، اللهم يسر، الله يرحمنا والله يغيثنا الاخوان. تبارك الله، اللي يبغى بحال هادشي الاخوان راه نوجدوا لي، راه نوجد لي المليح، نوجد لي السلعه اللي داوي على راس الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، بعنا البيع وشريت هو ويتمعش فيها والله يسهل عليه. تبارك الله، السلعه الاخوان تبارك الله الاخرى تاهي هي الخوت، هذه 25 راس. الله يسر يا كطالبي، وحنا نطلبوا الله، الله يسليك، الله يسركم، الله يسركم اخويا، الله يسركم. حنا بعنا عليكم، نطلبوا الله لكم الله التيسير. 56 و200 2810 درهم اخو. تبارك الله، الله يسر الله يرحمنا. اللي بغى بحال هادشي الاخوان راه نوجدوا لي. الله يبارك، الله يدير الخير، المليحه الاخوان، والله الزبير تدوز معايا بالله، المليحه اخويا، والله الا عندك المليحه هذا خروف ما شاروني المليح، المليح والله الا المليح. كيداير العمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك. تقليبه وسنان الحليب ياك؟ سنان الحليب الاخوان تبارك الله. هذا اللي عنده شي اسبوع شي حاجه الاخوان تبارك الله، اما نعاودوا هضره ونشد الميره الله الا اللي بغى يتزوج. تبارك الله، المليح الخوص، حاولي معنا الكلمه، السمون هي اللحم كلشي كاين. تبارك الله، طاره وطونات. كيداير انت بعدا بخير؟ صحيح مزيان. شحال الثمن اخويا الزبير؟ كطلب 92 هاكا تقول وضروري ما تفاوض شويه مع الناس ياك، ضروري. تبارك الله، الاخوان اللي بغى الخوت راه يشد النميره ويتفاوض معكم الخوت. مرحبا، تبارك الله، راه كاين المليح، كاين الجوده الاخوان تبارك الله، حاولي راه مليح الخوت. تبارك الله، كيقول 92 4600 درهم. تبارك الله، المليح طالع لك حل شاط البيض، الله يبارك. تبارك الله، راه يتفاوض معكم الاخوان تبارك الله، اللي عنده شي صداقه شي اسبوع شي عرس، ولكن راه حاول يا خوت. تبارك الله، راه من الجوده والمليحه الاخوان تبارك الله، راه المليح حاول يا خوت. تبارك الله، عجل بلجيكي، الله عجل بلجيكي، الله يبارك، الله يسخر. قول لي النميره ديالك خويا الزبير. 06 62 31 32 عاود معايا 06 06 62 اي انا قاري
95 صافي. والله ما قاري بزاف فرونس، قول لي بالعربيه. 06 62 32 98 95. الله يسخر وكنشكروك بعدا باللغه ديال الفرونسي ديالك. سير الله ييسر، الله ييسر خويا، الله يجيب السلامه الاخوان اللي يبغى الخوت يتواصل معاه. راه كاين المليح على الاخوان، والله الا كاين المليح. تبارك الله، الله يدير خير، الله ييسر عمر. تبارك الله، الرياس ما كيبغيوش يبانو. كي داير انت بعدا؟ بخير، صحيحه مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن ود عمي؟ 65. هادي الاخوان 65، 3250 درهم رخص. تبارك الله، هذيك الرياس ما كيبغيوش يبانو. والله هو كي يبان لابس كومبلي، شويه يبان لابس الجلابه. تبارك الله، اللهم يسر الخوت، الله يدير رفقك. لا كاين المليح، والرايس هو راه مهلي صراحه، وعندو الزين. تبارك الله، تبارك الله، خارف الرام زوينين. تبارك الله، خارف الرام ولا حي. تبارك الله، تبارك الله، الله ييسر. تبارك الله، الجودة راه كاينة وكاين المليح الخوت. داكشي اللي كاين. السماء السوق شوية عقب تهدر شوية، عقب تهدر شوية. الله يرحمنا، الله يرحم الوالدين. تحياتي خويا، الله يجيب التيسير. اللهم بارك الخوت، الله يدير خير. تبارك الله، ونصوروا بو عبد الرزاق شحال الثمن، والله ييسر، والله يرحمنا، والله يغيثنا. سي عبد الرزاق تحياتي، كي داير نعمس؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. الوالد سميتو؟ ها؟ استاذ عبد الكبير، كي داير نعمس؟ هو الوالد معايا، صافي. انت من الغي؟ شحال الثمن بو عبد الرزاق؟ المشرى 66، الله يرحم الوالدين. هما شحال من واحد؟ شحال هما؟ ستة الإخوان المشرى 66، 3300 درهم الإخوان. تبارك الله، ستة الحوالة الحبوبة اللي شدي فلة ميتة باقي حية. أي وريه لي يا عبد الرزاق، باش اللي بغى يشري حيدوه ويدي عندك أخرين. مرحبا، تبارك الله. السلام خويا عوينة، سير الله يحفظك، الله يبارك فيك، سير الله ييسر. تبارك الله، تبارك الله، اللهم يسر الخوت. تبارك الله، انا خويا والمليح والعوينه اللي تبيعو تيشري العوينه. هذا مسكين الاخوان، راه دار خوت، راه غير كيخرج مسكين البنادم وكيدوروا معاه. والله يسر مسكين، هو مع الناس الجواد. الشيء سير الله ييسر. تبارك الله، مسكين راه كيهز وكيعاون الناس وكيخرج لهم وكيدوروا معاه. سير الله ييسر العوينه، عايد الله ييسر. تبارك الله، اللهم ييسر، الله يدير الخير. تبارك الله، 66، 3300 درهم الخوت ثمن المشرى. شو واحد راه عنده شي حبيبه ونشدوا النمره واللي بغى شي حاجه مرحبا. انا عبد الرزاق النمره ديالك قول. 06 15 99 60 52. الله ييسر ابو عبد الرزاق، مرحبا. وذلك الله يدير الخير، وتحيه الخوت الحباب. سي عبد القادر السلام عليكم، كي داير نعمس؟ بخير، جمعه مباركه، ديري انت بخير، صحيحه مزيان. شحال الثمن سي عبد القادر؟ 55. هذا هو الشاري، هذو الاخوان 55، 2750 درهم الاخوان. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير خير، الله ييسر عمر جميع الناس. تبارك الله، 55 الاخوان. تبارك الله، 55، كل باب وكل رخوص على حساب الجوده وحساب المليح الاخوان. تبارك الله، على حساب الجوده وحساب المليح. تبارك الله، 55، 2750 درهم. واللهم ييسر، الله يدير في الخير. سي عبد القادر الله يعاونك، الله يجيب السلامة. مبارك الخوص، الله يدير خير. تبارك الله، وسولوا على السلع الاخوان. تبارك الله، الله يبارك. ود عمي السلام عليكم، كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك خويا. شحال الثمن ود عمي؟ 58. 58 الاخوان. تبارك الله، اخويا ادريس، اخويا ادريس راه 58، 2900 درهم. باش ما زدتي الفلوس راه نديو الزين. هادشي اللي كاين هو هذا اخويا ادريس، راه كاين الثمن اخويا ادريس. هادشي اللي كاين هو هذا، كاين المليح والثمن راه كاين اخويا. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير، والله ييسر الامور. 58، 2900 درهم. واي واي، تبارك الله، شي حاجه لخويا ادريس راه مليحه، ولكن راه الثمن اخويا ادريس. تبارك الله، هادي راه جمله خويا، راه ب 58، 2900 درهم. تبارك الله، الله ييسر، والله يرحمنا الاخوان. تبارك الله، وتحياتي للخوت والحباب. تبارك الله، اللهم ييسر. 58، 2900 درهم. ودعمي الله ييسر، الله يرحم الوالدين. تحياتي، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، ونسولوا على السلع الاخوان. تبارك الله، هذه سرديه الاخوان. تبارك الله، نسولوا على الثمن ديالها، والله يدير في الخير والمعقول والحقيقه والدقيقه. تبارك الله، ودعمي السلام عليكم.
صحيحه مزيان الله يبارك فيك. كيدير انت امورك هانيه؟ شحال الثمن ولد عمي؟ 65 ليزاكيا 65 الاخوان تبارك الله 3250 درهم. اللهم يسر الامور الله يدير الخير تبارك الله. والله ما نمشي الله ما نمشي يقول لي تبارك الله 65 الاخوان تبارك الله. السلعه راه زوينه والسلعه نقيه الاخوان تبارك الله والله يسر. هذه اختها في الخير بن صالح راه 72 72 والله الا كلامك صحيح. داك الشيء اللي كاين تقولوا والرزاق الله تبارك الله عليك. اللهم يسر الخوت والله يدير الخير تبارك الله. وتحيات الخوت الحباب ولد عمي الله يسر الله يرحم لك الوالدين الله يعزك خويا. ضروري نخش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. هذه حواله ملاحه الاخوان تبارك الله. عاد خويا الزبيري ونسولوا على السومه اللي كيديرها الاخوان تبارك الله المليحه الاخوان تبارك الله والجود. بو الزبيري السلام عليكم. كيدير نعس بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك. كيدير انت كيدير الاجواء شويه في السوق اليوم؟ السوق اخويا راه الثمن كاين شويه واخا تيقولوا الناس السوق وقف وانا راه كاين الثمن. لا لا كاين الثمن. هو اللي شاد البيع في الشارع. هو اللي شاد البيع في الشارع. الحال شويه واحنا ها هي مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك وكل شكرك بزاف. شحال الثمن ولد عمي؟ 6500 ما كان كندير اكثر. الناس طبيعي كي تنقولوا حنا تبع الوقت. تبع الوقت. اه رفع الوقت طرا. 6500 درهم الخوت الواحد اخويا تبارك الله. الله يلا حفظك تبارك الله. المليحه الاخوان واللي بغى شي حاجه راه نخليهم للميره واللي بغى شي حاجه الخوت يتواصل معاه تبارك الله. السلعه راه عنده حوار الاخوان تبارك الله وكاين المليح. كاين الجوده الاخوان تبارك الله. 6500 درهم الخوت الواحد اللي كيطلب. فهمت الاخوان؟ اللي بغى يتفاوض معاه راه يتفاوض مع الاخوان تبارك الله. يا ربي يبارك الله ييسر الامور. 6500 درهم الاخوان تبارك الله. كاين اللي معطيني النميره ديالك اود عمي. واش بغيتي تقول النمره باش تبيع وتشري ولا لا؟ لا ما بغيتش تبيع وتشري كيصد ياك باش نبيع ونشري. حيد الله يعاونك الله يجيب السلامه. الله يبارك الخوت الله يدير الخير. هادو راه خديناهم هنا الاخوان تبارك الله في جمعه المعدن الخوت تبارك الله. اللهم يسر. انت خويا ادريس المشترى خويا راه 58 ولكن ماشي ليك هادو فهمتيني. هادو باغي نبيعو غنبيعو ونشريو فيهم اخويا. فهمتي انا بغيت نوريك الماكسيموم فهمتي اخويا. راه 58 الزين راه بسومتو اخويا. الزين راه بسومتو اخويا. راه عطينا فيهم شويه المعجزوك ومعاهم ثلاث الفريطيس. انت اخويا ادريس معاهم ثلاث الفريطيس. انت هما راهم زوينين ولكن راه معاهم ثلاث الفريطيس اخويا. هادو راه اخويا ب 58 2900 درهم. بغيتي بحال ما قلت نقوب ليك راه كاين الثمن فهمتيني. انا بنشري لك المليح. علاش بغيتي من العائله باش تبرعيهم ان شاء الله. الله يسر الله يرحمنا والله يغيثنا الاخوان تبارك الله. هذا مرعى سبب وكمال الله. ها ترى الوالد اللي شاريهم. ها تبارك الله وتحياتي لك خويا ادريس. ضروري الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم يسر. حبسوا ما تساعد حبسوا. ندوروا الخوت شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يرحمنا. اللهم يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. وسولوا على السلعه الاخوان تبارك الله. هذا الاخ وسولوا على حمره الراس هي الاخوان تبارك الله راه باعه والله يسخر. ولد عمي السلام عليكم. كيدير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك خويا الله يعزك. هادو شحال الثمن هاد السراد هادو؟ 49 اللي ثابته فيهم 49 الاخوان تبارك الله 2450 درهم الخوت هادو تبارك الله. الله يسر لي الله يكمل بخير الخوت. تامره 49 2450 درهم تبارك الله الله يبارك. وهاد حمره الراس اخويا بيعين ب 43 هادو بيعين الاخوان ب 43 هانتوما الاخوان بيعون ب 43 2150 درهم الخوت تبارك الله. اللهم يسر الله يدير في الخير تبارك الله. تحيات الخوت الحباب. اللهم يسر الامور يا ربي يبارك. هذه حمرة الراس الاخوان تبارك الله. الله يسر ولد عمي الله يرحم لك الوالدين. تحياتي خويا الله يجيب التيسير. اللهم يبارك ونسولوا على السلعه الاخوان تبارك الله. شحال الثمن ديالك؟ شحال الثمن ولد عمي؟ 47 هادو الخوت 47 و500 الاخوان تبارك الله. 47 و500 تبارك الله. الله يسر الله يدير لك الخير. هذه هي الخوت حمرة الراس ديال تنقضيتها الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الله يدير الخير تبارك الله. 47 و500 2375 درهم 2375 درهم بحال اللي عقبها بات شويه السوق الاخوان في حمرة الراس وفي السرديه. الله يرحمنا والله يدير الخير تبارك الله. وندوروش دور الاخوان في السوق ونشوفو الثمن والله يرحمنا اللهم يرحمنا.
بارك اخوص الله يدير خير تبارك الله ونسولوا العسل على الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير خير الله يسر امور بالعمي السلام عليكم الله يسلمك كيدير بخير صحيح مزيان خويا الله يبارك فيك شحال الثمن اخويا 46 و200 هذا 46 و200 ثمن المشرق لا ثمن فيها المعاش 400 تاع المعاش فيها 400 تاع المعاش لا يلاه رحم الوالدين 46 و200 الاخوان هاي 46 قال 200 المشرق الله يرحم لك الوالدين هذه 46 قال 200 المشرق الاخوان على الاخوان 45 و800 وباعوها ب 46 و200 فيها 20 درهم الخروف تبارك الله اللهم يسر الامور تبارك الله المشرق الخوت شارينا الخوت ب 2290 درهم تبارك الله الثمن ديال المشرى هذا الاخوان تبارك الله وباعوا ب 46 و200 بحال باع 2310 درهم باش تم البيع ديالها الاخوان تبارك الله اللهم يسر الله يرحمنا والله يغيث الاخوان تبارك الله هذا راه سبب الكرم على الله العم الله يسر الله عونكم الله يجيب السلامه اخويا الله يجيب التيسير تبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله وسولوا العسل على الاخوان تبارك الله مولاه راه كسب الخوت وما بغاش يبان الله يسخر ودعم السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان شحال الثمن اللي عطاوكم اخويا 45 اللي عطيهم شحال قلت لهم البيع؟ قلت لهم 47 تبارك الله ها انتم الاخوان تبارك الله الله يبارك 45 2250 درهم اللي عاطينو الاخوان تبارك الله اليوم هو كيطلب 47 2350 درهم والله يسخر والله يدير لفه الخير الاخوان تبارك الله تبارك الله حمرت الراس الاخوان تبارك الله اللهم يسر الله يرحمنا والله يغيث الاخوان تبارك الله دورش دوره في السوق وشوفوا الثمن